السلام عليكم، عصابة الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا موقع تعدين بيتكوين، موقع ممتاز. هنخش نسجل في الموقع ونستنى شوية، بعد كده نسحب ارباحنا الموقع من غير اي مجهود. نروح كده على الموقع مع بعض، اسمه بيست ماينينج. الموقع ده اول ما يفتح معانا هندوس على كلمة ريجستير من فوق هنا، هيفتح معانا صفحة التسجيل. تكتب الايميل بتاعك والباسورد، بكرر الباسورد تاني، وبتحل الكابتشا وتدوس على ريجستير. هندوس على لوج ان من غير تفعيل حساب ولا اي حاجة خالص. هندوس على لوج ان، اول ما نخش هنلاقي معانا 2750 جيجا هاش في الموقع نقدر نشتغل بيهم. طيب هيبقى قدامنا كذا عملة رقمية، في البيتكوين لو انت حابب تشتغل عليها، بس انا منصحكش عشان الحد ادنى للسحب فيها كبير شوية. وفي الدوكوين، في البيتكوين كاش، وفي اللايت كوين، وفي الترون، وفي المونير. فاحنا هنشتغل على عملة اللايت كوين عشان دي اقل حد ادنى للسحب. في هنا بونص من الموقع عامله، بتاخد من 5 لـ50 جيجا هاش. بتدوس كده على جيب بونص، جالنا 11 جيجا هاش زيادة. لو نزلنا كده دوسنا على كلمة ويزدرو، بنختار طريقة الدفع اللي احنا عايزينها، مثلا اللايت كوين عشان دي اللي هنشتغل عليها. ولكن الحد الأدنى للسحب في اللايت كوين 0.006، يعني حد أدنى ضعيف جدا بالنسبة لعملة اللايت كوين. في الدوك كوين برضو 540، يعني مش مكملين 2 دولار، فيعني برضو الشغل فيها كويس. لكن البيتكوين فتقريبا يعني 500 ألف ساتوشي الحد الأدنى للسحب، فده حد أدنى عالي جدا. أول ما يفتح معانا تبقى طبعا كل حاجة صفر، هتدوس على كلمة ستارت زي دي كده، وثواني هيعدم في دي، فاحنا لأ مش عايزين. ندوس على كلمة ستارت هنا هنلاقيه بيعدم بالسرعة دي. بس كده هتستنى شوية وتدوس على ويزدرو لما توصل للحد الأدنى للسحب، وبتسحب من الموقع ده بكل بساطة ربح بدون أي مجهود. وبكده نكون خلصنا شرح الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.